بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد رسول الأمين. أما بعد، ازيكم يا شباب؟ النهاردة هنكمل إن شاء الله الجزء الرابع من التمرين العمل الرابع في دورة تعلم HTML و CSS من صفر الاحتراف. وتعالى نشوف آخر مرة وقفنا لحد فين. وقفنا لحد الجزئية ديت، لو ضغطنا في 12 ملف مفتيح واحنا جوه دريم ويفر، كنا عملنا نسقنا القائمة اللي هي اللي تحت ده بالشكل ده، بحيث إن هي تبقى جاية زي نظام سلم، تمام، بالشكل ده كده. وشفنا كمان الجزئية اللي هي الخاصة ب ترانزيشن اللي هيحصل لما يكون الكونتينر ليه شو ناف، تمام كده، بحيث ان هو يجيب لك القائمة في المكان بتاعها، تمام كده، ويعمل ترانزيشن ديلي بتلاتة من عشرة ثانية، تمام كده، او بتلت ثانية، بحيث ان هو يبان كأنها بتتحرك معاك وان هي شغالة. طيب تعال نشوف دلوقتي جافا سكريبت او الجزئية بتاع جافا سكريبت اللي هي تفاعلية. هنخش جوه اللايبراري دوت جي اس، تمام كده، ده عباره عن ملف جافا سكريبت فاضي مربوط بملف ال HTML اللي هو موجود هنا عن طريق السطر الاخير ده، سكريبت سورس، عباره عن جافا سكريبت على لايبراري دوت جي اس على سكريبت. يعني اي كود انا هكتبه في اللايبراري هنا هيبتدي يتاثر بال HTML اللي هي الناحيه الثانيه. اوكي، تعال نخش هنا وهنكتب كده. احنا محتاجين اول حاجه، محتاجين كونست كونست بالشكل دوت. والكونست دوت هياخد هنسميه اوبن، والاوبن دوت هياخد دوكيمنت دوت جيت اليمنت باي اي دي للعنصر اللي ليه اي دي اليمنت اوبن قصدي. يبقى هنقول له دوكيمنت دوت جيت اليمنت باي اي دي للعنصر اللي اسمه اوبن او للي اي دي اوبن، تمام كده. وبعد كده هنعمل كونست تاني هنسميه كلوز، وهنقول له دوكيمنت دوت جيت اليمنت باي اي دي للعنصر اللي اسمه كلوز. وبعد كده هنعمل كونستانت كونتينر كونستانت كونتينر، وفي الحالة ديت هنقول دوكيمنت دوت كويري سيلكتور، وهنستخدم كويري سيلكتور دوت كويري سيلكتور اللي هي دي، لأن العنصر كونتينر ليه كلاس، ليه كلاس اسمها كونتينر. تمام كده. وفي الاخر خالص هنبتدي نعمل الكليكات بتاعه الازرار. العنصر اللي اسمه اوبن اللي هو الزرار اللي اسمه اوبن دوت كده، هنضيف له الاد ليسنر، اد ايفنت ليسنر، تمام كده. وهنخلي لما المستخدم يضغط على الزرار اللي هو بتاع الاوبن دوت كليك، تمام كده، هيبتدي هو ينفذ الفانكشن دي. اوكي، هنقول له كونتينر، تمام، دوت كلاس ليست، هتعمل اد، تمام كده. الكلاس اسمها شو نيف، الكلاس اللي اسمها شو نيف داش نيف، تمام كده. يبقى انت لما تعمل كليك على الزرار اللي هو فوق اللي في الدايره دوت اللي هو اوبن، هيضيف الكلاس اسمها شو نيف طبعا لمين؟ للكونتينر، تمام؟ تمام. طيب الكلوز هيعمل ايه؟ هيعمل العكس بتاعه، هيعمل ريموف. يبقى العنصر دلوقتي اللي اسمه كلوز اللي انا جايبه، تمام كده، هنضيف له اد ليسنر برضو، اد ايفنت ليسنر هو دوت. وفي حالة لو انا عملت كليك على الكلوز برضو كليك، اوكي، هيبتدي ينفذ الفانكشن ديت بهذا الشكل، تمام كده. وفي الحالة ديت برضو هيجي على الكونتينر، وفي الكونتينر هيبتدي يعمل كلاس
كلاس ليست دوت ريموف. تمام كده، وهيعمل برضو ريموفينج للشو داش نيف. تمام كده، تعالى نعمل كنترول اس وتعالى نعمل اف 12 من المفاتيح. طبعا في البداية انا هكون شايل الناف الشناف دي هنا في الكونتينر. تعال نجرب الاول نشيلها كنترول اكس كده، هرجع للمستند زي ما هو. ضغط اف 12 من لوحة المفاتيح بعد الحفظ وضعت هنا كده، هتبص تلاقي فعلا الحركة، شوف الاوبن استجاب وحرك الدنيا دي كلها، بس هتلاقي ان في مشكلة ان الاكس اصلا مش ظاهر خالص. تمام كده، عشان نقفل الدنيا ديت. طب هنعمل الكلام ده ازاي؟ هنيجي نضيف سطر هنا في الملف السي اس اس، والسطر ده هيلف السيركل دي شوية بحيث ان الاكس يظهر. هننزل تحت في اخر مكان هنا واقول له خد دوت كونتينر كونتينر. تمام كده، ليه شو ناف شو داش ناف. اوكي، وبعد كده هاخد مسافه واقول له دوت سيركل سيركل. دي معناها ان انا لما يكون عندي شو ناف متطبق على الكونتينر هتطبق الستايل ده على السيركل دي. وهنا هنبتدي نحط رول، وفي الرول ديت هنعمل ترانسفورم ترانسفورم. وفي الترانسفورم هنعمل روتيت، وروتيت هيكون بموجب 70 درجة 70 درجة 70 ديجري. اوكي اوكي، تعال نشوف اللي هيحصل ايه. كنترول اس لو دي ماشي صح، هذا الاندكس نوت الشمال، وادي اف 12 طلعت المفاتيح واعمل كده اهو. هتلاقي الاكس ظهر اهو، بس هو ظهر في حته مشلفه بعيده شويه يعني اهو. طيب في الحاله دي انا عاوز ادخل من جوه شويه، يبقى هنلعب برضو هنا في الحته دي بحيث ان احنا نظبط بس الاكس مكانه يكون ايه، مكانه يكون فين، فين الجزئيه بتتحكم في مكان الاكس ده. النايف يا جماعه نطلع فوق كمان الكونتنت او كلوز بوتن. طيب هنخلي دي مثلا 65. اوكي كروس، تعال نشوف اللي حصل. هذا الاندكس مره ثانيه 12 بالظبط. طيب هو بدأ يظهر اهو ماشي كده. طب نقلل كمان خلي دي بدل 20 خليها 2 كنترول اس 2 اف 12 بالظبط. بعيد قوي والله، شوف راح هنا، خلي هنا شوية معلش. انت لازم يتعدل بقى كل شوية في حتة، هو مكانه هنا ما يعني مقبول. طب خليها 15 ونشوف كنترول اس اف 12 نضغط كده. طيب يبقى المفروض حرك الكاميرا شوية، اللي بيزود وينقص تقريبا ديت اللي دي مثلا 59. شوف هيحصل ايه كنترول اس، بس بتاع في حد ما تظبط معاك. نصغر دي برضه مقدار 5 هيكون 10 كنترول اس 12 تنزل لتحت. طب نزود ديت خلي الطب 40 كنترول اس 12
ماشي 40 كده كويس. تعال نشوف هنا، خليني 5 نشوف هتروح فين. خمس 12 زود 20 خمس. طبعا تراي اند ايرور بيوري يعني بيقول لك الحاجات مثلا العنصر دوت وهي لا دايما مشكلتها تبقى فين في اللفه. اه كده كويس اوكي. يبقى القيم اللي احنا رسينا عليها يا جماعه المعقوله. تعال نشوف التزويد بتاع التوب ده، هنجي 50 ممكن كويس. خف 12 نزل كمان خلاها 48. شوف تاني كنترول اس 12 تعال نشوف كده كده معاك. ماشي كده كويس معقول مش وحشه يعني. تمام كده كده وصلنا للنتيجه اللي احنا عاوزينها يا جماعه. بس فينا في ترانسفورم مش شغال. تعال نرجع برضه للسي اس اس تاني ستار شيت اهو ده. هنشيل دي علشان الرئيسيه تتحرك ايه مع كنترول بس مره ثانيه وادي اف 12 ملحتين المفتاح. تعال نعمل كده كليك على الاوبن فتح لك القائمه كده تمام تتحرك كلها مره واحده. كليك على كلوز تتحرك ايه القائمه زي ما انتم شايفين. بكده نكون خلصنا الجزئيه بتاعه عمل القائمه الملتفه والصفحه الملتفه عن طريق جافا سكريبت وال HTML وال CSS. اذا عجبك الفيديو تعمل لي كومنت لايك شير ليه، واذا عجبتك القناه تعمل لي سبسكرايب داخل القناه. وكل ليك متشكرين. كان معاكم مهندس مصطفى عبد القادر الزويدي من قناه مصطفى الزويدي للعلوم والحاسب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.